تعظيم سلام سلام قف.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. الأكاديمية الملكية للشرطة تقدم بهيئة الاستعراض بنظام الفصائل الجريمي معتدى سر. We'll be right back.
مع كلمة بهذه المناسبة يلقيها سيدي الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الموقر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعل هذا البلد آمنا، صدق الله العظيم. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد، حفظكم الله ورعاكم أصحاب السمو والمعالي الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني بخالص الفخر والامتنان باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الداخلية أن أرحب بمقدم سموكم الكريم، شاكراً رعايتكم المباركة لتخريج الدفعة 11 من المرشحين الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة، ومقدراً بخالص العرفان والتقدير ما نلقاه من دعم ومساندة من لدن سموكم حفظكم الله ورعاكم من أجل المحافظة على الكفاءة والجاهزية والروح المعنوية العالية لمنسوبي الوزارة. سيدي صاحب السمو الملكي، من حسن الطالع أن يأتي تخريج هذه الدورة الفتية من المرشحين الضباط، والبحرين تعيش مشاعر الانتماء وسط إدراك الجميع لبعد الرؤية الملكية السامية وعمق الثقة الوطنية في المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. وإن الانسجام الوطني الذي أظهرته نتائج الانتخابات النيابية والمجالس البلدية الأخيرة عبر بصدق عن مستوى المسؤولية الوطنية في البلاد، والتي تعتبر أهم مرتكزات البيئة الأمنية الصالحة. وما كان هذا ليتحقق لولا تمسك البحرين قيادة وحكومة وشعب بطريق الحق والعدالة وبالقيم الوطنية الأصيلة، وما أولته الحكومة من اهتمام بتحقيق النهضة الاقتصادية وتوفير العيش الكريم للمواطن ومراعاة احترام حقوق الإنسان، إضافة إلى المستوى المتميز في الانضباط العام الذي تحلت به أجهزة إنفاذ القانون في أداء مسؤولياتها الأمنية. وكل هذا ولا شك شكل دفعة معنوية عالية ومكتسبا وطنيا يدعونا كمواطنين ومسؤولين إلى ضرورة المحافظة على هذا الإنجاز الوطني التاريخي في إطار تحقيق أمننا الشامل. سيدي صاحب السمو الملكي الحضور الكريم، ما يستحق الإشارة إليه في هذه المناسبة أيضا هو أننا ومن خلال العمل على تطوير الأداء الشرطي قطعنا شوطا طويلا في مجال مواكبة التطور التقني ومواجهة التحديات الأمنية بما في ذلك تشعب الجريمة وارتباطها الخارجي في إطار ما توفرها بيئة الاتصالات العالمية الحديثة، وقد واكب ذلك تطوراً على استراتيجيتنا الأمنية وذلك للمرحلة القادمة، تمثل في التركيز على تطوير العمل الأمني الاستباقي تحقيقاً لمبدأ منع الجريمة. والأمر الآخر هو ترسيخ مفهوم العمل بصورة مشتركة من خلال الربط الإلكتروني بين جميع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة وتوحيد صورة الموقف الأمني، والتركيز على تلبية مبدأ سرعة الاستجابة من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في إدارة الأحداث الأمنية واتخاذ القرار. وليتحقق ذلك فإن الأمر يتطلب إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة تطورات العمل الأمني الحديث للعمل في صفوف ما تعرف بالشرطة الذكية،
وإن هذا المستقبل ينتظر المشاركة الفاعلة من قبل الضباط الخريجين والذين تم إعدادهم بالعلم والعزم لمواكبة هذه التحديات في الأداء الشرطي. ولكن من منطلق المسؤولية الأمنية يبقى الالتزام بالقانون والتمسك بالانضباط والتحلي بالنزاهة والعدل وتحمل المسؤولية من الأمور الأساسية التي لا تغيب عن ذهن المسؤولين عند تنفيذ الواجبات المناط بهم. ويطيب لي بهذه المناسبة أيها الخريجون الأعزاء أن أحيي فيكم الإرادة الوطنية التي دفعتكم للالتحاق بهذه المهنة الوطنية المقدرة والمشكورة، وأهنيكم على اجتياز متطلبات التخريج بنجاح، كما يسعدني أن أهني وأبارك لأهالي الخريجين. جعلها الله يوما مباركا وإلى مزيد من التفوق والنجاح بإذن الله. وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يديم على البحرين أيام العزة والمنعة والكرامة في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ودمتم سالمين سيدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع قصيدة شعرية بهذه المناسبة يلقيها العريف فيصل المريسي. إذن لي سيدي، أستأذنك يا سيد الطيب سلمان، أستأذنك يا سيد الطيب سلمان، واستأذن الضباط وافراد وحضور، بعزف على إيقاع شعري والألحان ببيات جزلة ما بها بيت مكسور، للشعر ميدانه وللحرب ميدان، وإحساسنا كنه سرايا وطابور، للشعر ميدانه وللحرب ميدان، وإحساسنا كنه سرايا وطابور، الأمر واحد والولا خير عنوان، والكل ثابت في مكانه على الدور، نقدم حسب أمر الملك عالي الشان اللي وفاله بالأعماق محفور، نقدم حسب أمر الملك عالي الشان اللي وفانا له بالأعماق محفور، اللي جعلنا قدوة الكل الأوطان، واللي عطانا العز وشراقة النور، واصبح وطننا للعدل كف ميزان، ما له سوى الرفعة مكانة ودستور، وقفة وطن تبقى على مر الأزمان، وعدونا مهزوم دايم ومدحور، من أحمد الفاتح إلى وقتنا الآن، هذه هي البحرين من سالف عصور. يا سيدي يا سيدي سلمان، رؤيتك برهان وأكبر دليل النهج والفكر والشور، وضعت خطتها بحكمة وإتقان، حتى غداها الشعب بهاليوم مسرور، رؤية وطن تبنى على فكر الإنسان، وإنساننا دايم مثابر ومشهور، وحماة أمن الدار هم خير فرسان، وقت الشدايد فعلنا دوم مخبور، في كل هيئة للوطن ترخص أبدان، ما دامنا حصنه وقلعته والسور، على العهد على العهد باقين، نقسم بالإيمان إن الوطن يبقى على طول منصور. سلامتكم سيدي. الشرطة
قسم لو تعلمون عظيم. أقسم بالله العظيم، 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 أن أكون وفياً للبحرين، أن أكون وفياً للبحرين، أميناً على حقوقها، أميناً على حقوقها، مخلصاً لمليكها المعظم، مخلصاً لمليكها المعظم، مطيعاً لجميع الأوامر الحقة التي تصدر إلي من رؤسائي، التي تصدر إلي من رؤسائي، محافظاً على شرفي وسلاحي، محافظاً على شرفي وسلاحي، مؤدياً أعمال وظيفتي، مؤدياً أعمال وظيفتي، بالصدق والأمانة، بالصدق والأمانة، محترماً قوانين البلاد، محترماً قوانين البلاد، وحقوق الناس، وحقوق الناس، والله على ما أقول شهيد. والآن يشرفني أن أدعو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لتكريم مرشح الضباط المتفوقين من الدفعة 11 وهم مرشح ضابط فيصل إبراهيم السيد عبد الرحمن الهاشمي وقد حصل على الأول في المجموع العام مع مرتبة الشرف. مرشح ضابط جهاد عبد الله ميرز أبو مدن وقد حصل على الثاني في المجموع العام مع مرتبة الشرف وكما حصل على الأول في جائزة الرماية. مرشح ضابط عبد الله حمد عيسى الصقر وقد حصل على الثالث في المجموع العام مع مرتبة الشرف. مرشح ضابط إبراهيم أحمد إبراهيم البعينين وقد حصل على جائزة القيادة. مرشح ضابط حسين عبد اللطيف حسن الجار وقد حصل على جائزة المشاة.
وأخيرا مرشح ضابط إبراهيم عبد اللطيف حسن جناحي، وقد حصل على جائزة التربية البدنية. وبهذه المناسبة يتشرف سيدي معالي وزير الداخلية الموقر بتقديم هدية تذكارية إلى سيدي صاحب السمو الملكي راعي الحفل حفظه الله ورعاه. الأكاديمية الملكية للشرطة. الأكاديمية الملكية للشرطة. الأكاديمية الملكية للشرطة. خطفاا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 ا
واحدين اثنين. بناء على الأمر الملكي رقم 96 على عين لسنة 2018 بشأن تعيين ضباط بوزارة الداخلية، والأمر الملكي رقم 97 على عين لسنة 2018 بشأن تعيين ضباط بالحرس الوطني، والأمر الملكي رقم 98 على عين لسنة 2018 بشأن تعيين ضباط بجهاز الأمن الوطني، يشرفني أن أدعو سيدي الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الموقر لتوزيع الشهادات على خريجي الدفعة 11 من مرشحي الضباط الحاصلين على البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، وهم الملازم فيصل إبراهيم الهاشمي، الملازم جهاد عبد الله أبو مدن، الملازم عبد الله حمد الصقر، الملازم محمد عادل الخاتم، الملازم علي فريد محمد عبد الله، الملازم حسين عبد اللطيف الجار، الملازم محمد جمال محمد عياش، الملازم حمد خالد محمد العباسي، الملازم علي عبد الله علي عراج، الملازم رعد محمد جميل قرعان مبتعث من المملكة الأردنية الهاشمية، الملازم عبد الوهاب عادل الفيحاني من الحرس الوطني، الملازم عمر عبد الله محمود الهاشمي، الملازم محمد عبد الله الكوهجي، الملازم عيسى علي المضحكي،
الملازم محمد عبد العزيز الحمادي، الملازم عبد العزيز خالد الماجد، الملازم فيصل أحمد النعار، الملازم محمد خليفة بن أحمد، الملازم فخر كمال حسن أبو عليا مبتعث من دولة فلسطين، الملازم عبد الرحمن أحمد أبو علي، الملازم عمر حافظ إبراهيم خليل، الملازم أحمد عيسى أحمد محمد، الملازم أحمد محمد أحمد أبو حماد مبتعث من المملكة الأردنية الهاشمية، الملازم عبد الله عادل سليس، الملازم عبد الرحمن نايف الخشرم، الملازم محمد عبد الرحمن محمد بحر، الملازم عبد الله رمزي جاسم المسلماني، الملازم عبد الله عمر عبد الرحمن محمد، الملازم مروان جاسم بو حسن، الملازم خالد وليد الذوادي، الملازم إبراهيم جعفر العصفور،
الملازم عيسى صلاح الصقر. الملازم مبارك فريد المفتاح. الملازم حمد علي الدوسري. الملازم سند علي الكبيسي. الملازم أحمد طالب فلاح الهواوشة مبتعث من المملكة الأردنية الهاشمية. الملازم أحمد محمود أحمد براشي مبتعث من دولة فلسطين. الملازم حسن أحمد حسن يوسف مبتعث من الجمهورية السودان. الملازم ناصر محمد ماجدعون. الملازم خليفة محمد أحمد النعيمي. الملازم أحمد سلطان الخلاصي. الملازم فواز عيسى التميمي. الملازم جاسم محمد البعينين. الملازم محمد خالد المطوع. الملازم إبراهيم عبد اللطيف جناحي. الملازم خليفة سمير الزياني. الملازم علي زكريا هجرس. الملازم خليفة عيسى مال الله. الملازم قتيبة يونس رشيد الجرايده.
مبتعث من المملكة الأردنية الهاشمية. الملازم خالد محمد عتيق سعيد. الملازم صباح سلطان الجودر. الملازم خالد عبد الرحمن التميمي. الملازم راشد عبد الرحمن الرميحي. الملازم إبراهيم أحمد البعينين. الملازم عبد الرحمن راشد الفاضل. الملازم محمد سمير خليف الزياني. الملازم أحمد محمد الغريب. الملازم عبد الرحمن خالد محمد يوسف. الملازم أحمد وحيد المناعي. الملازم جاسم زكريا الحرم. الملازم المصطفى عاطف أحمد عبد الجبار، مبتعث من جمهورية السودان. الملازم عبد الله عيسى يوسف القرينيس. الملازم عبد الله راشد عبد الله القيس. الملازم جابر عبد الرحمن سنان الدوسري. الملازم خلدون رأفت كمال أبو علان، مبتعث من دولة فلسطين.
الملازم محمد صلاح القرعان، الملازم محمد محمود خلف السليحات مبتعث من المملكة الأردنية الهاشمية، الملازم خليفة علي السادة، الملازم سعود عادل محمد أحمد، الملازم معاذ إبراهيم الفيحاني، الملازم محسن محمد العرجاني، الملازم أحمد يوسف الرويعي، الملازم محمد يحيى الشيخ، الملازم أحمد عبد الحميد العوضي، الملازم حسين صابر محمد مبتعث من جمهورية جزر المالديف، الملازم بدر هشام صليبيخ، الملازم محمد عبد الله الزايد الجلاهمة، الملازم عمر عبد الرحمن الجودر، الملازم علي خالد الكعبي، الملازم محمد عيسى رشدان، الملازم محمد أحمد الرفاعي، الملازم سلمان عيسى الذوادي، الملازم جاسم علي المناعي،
الملازم حمد جاسم المعاودة، الملازم علي عبد القدوس عبد الخالق حنش مبتعث من الجمهورية اليمنية، الملازم خليفة عبد الله البلوشي، الملازم براك سامي يوسف الحساوي مبتعث من دولة الكويت، الملازم أحمد محمد التميمي، الملازم محمود صلاح الدين المير، الملازم راشد جمال الجنيد، الملازم علي ضيف البناء، الملازم تركي محمد الرئيس، الملازم خالد عبد الله شلاش العازمي مبتعث من دولة الكويت، الملازم صالح جمال تلفت، الملازم عبد الله فهد حامد، الملازم عدنان حمد صفر، الملازم خليفة محمد السبيعي، الملازم مبارك ناصر الغتم، الملازم أحمد عدنان الحدي، الملازم خالد عيسى الرويعي، الملازم عبد العزيز شوقي الأحمد، الملازم أحمد راشد البعينين،
الملازم عبد الله خالد الدوسري، الملازم أحمد نجيب الكواري، الملازم عبد الوهاب عبد الله الفاضل، الملازم أحمد سعد محمد خميس، الملازم حمد علي المري، الملازم خليفة خالد شويطر، الملازم مبارك محمد الدوسري، الملازم عبد الرحمن خالد سيادي، الملازم المغداد محمد عثمان محمود محمد مبتعث من جمهورية السودان، الملازم محمد صلاح محمد كمال، الملازم جاسم عبد الله المهندي، الملازم راشد محمد الحسيني، الملازم عبد الله أحمد الحامد، الملازم خالد محمد صالح العوذلي مبتعث من الجمهورية اليمنية، الملازم محمد خليف الكعبي، الملازم يوسف ناظم محمد المسباح مبتعث من دولة الكويت، الملازم سلمان خالد البحري، الملازم زايد عبد الله جاسم زايد،
الملازم حمد محمد الكعبي، الملازم عبد العزيز جاسم الدوسري، الملازم حمود عبد الرحمن حمود العميري مبتعث من دولة الكويت، وأخيراً الملازم إبراهيم عبد الله عبد الرحمن الرشيدي مبتعث من دولة الكويت. وختاماً نشكر لكم سيدي الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الموقر تشريفكم لحفلنا اليوم، والشكر موصول أيضاً لضيوفنا الكرام على تلبيتهم دعوتنا، والله نسأل أن يديم على مملكتنا الغالية نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وحكومته الرشيدة.